عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده، عاش عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه، عاش الشباب. السلام عليكم مشاهدينا الكرام في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم عاش الشباب. اسمحوا لي في البداية أرحب بزمايلي اللي بيقدموا معايا حلقة النهاردة، وصباح الخير عليكم يا شباب في عاش الشباب. صباح الخير عليك يا حبيبي. الإنجيل الديني يا جماعة طريقة من طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، علشان كده المفروض نستغلها، لأن الإنجيل الديني يعني الإنجيل الديني هنا طريقة، احنا قلنا طريقة من طرق الدعوة إلى الله، علشان كده المفروض نستغلها، لأن المديح الديني والإنشاد لها مكانتها الخاصة ونكهتها العميقة في ليالي شهر الرحمة والبركة في ليالي رمضان في حياتنا العامة عموما، ولأن الإنشاد الديني بيهز قلوبنا خشوعا ورهبة وإيمانا وبيملاها نفحات روحية وإيمانية بتقربنا من الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة موهبة الإنشاد الديني دي من أجمل المواهب اللي منحها الله سبحانه وتعالى لعباده، وإحنا دورنا في عاش الشباب نبرز مواهب الشباب المتعددة. علشان كده هيكون معانا ومعاكم المنشد الديني عمر جابر. وصباح الخير عليك يا سارة مرة تانية، وهتكلمين عن ايه النهاردة؟ صباح الخير عليك يا أحمد، صباح الخير على أعزائي المشاهدين، كل مشاهدي برنامج عاش الشباب. النهاردة معانا فقرات مختلفة ومتنوعة، بس في البداية خلينا نعرف مين ما نفسوش يسافر كل يوم، ومين ما نفسوش يغير جو، عشان كده هيكون معانا أهم الشركات السياحة. بالظبط يا ساره، وكمان النهارده بصبح على كل مشاهدي عاش الشباب وبصبح على زمايلي. وبالظبط يا حجازي زي ما قالت ساره، النهارده يكون معانا ضيفنا في الفقره الاولى استاذ هشام الوكيل، وهو صاحب شركه رحاله ترافل، اللي هنتكلم النهارده معاه عن السياحه الداخليه الموجوده بلدنا، وهناخد معاه جوله سياحيه على الهواء، هنعرف منه اشهر واهم الاماكن الموجوده في مصر. كل ده هتعرفوه اكتر واكتر بس فقرتنا خمسه السياحه مع رحاله ترافل. جميل جدا يا شباب، وان شاء الله تكون فقرات ممتعه جدا. فاصل وبعد الفاصل انتظروا زمايلي مروه وساره مع الاستاذ هشام الوكيل صاحب شركه رحاله ترافل للسياحه، وان شاء الله فقره سياحيه ممتعه جدا، انتظروهم بعد الفاصل. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، النجاح أرقام، وإحنا في الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية حطمنا كل الأرقام. على مدار 5 سنين دربنا آلاف الطلاب في محافظات مصر ومن مختلف الدول العربية، وأهلنا لسوق العمل شباب كتير. عشان كده عندنا أكتر من 70 مذيع ومراسل ومعد ومخرج من متدربي الأكاديمية في مختلف القنوات الفضائية، وده لأننا الأكاديمية الوحيدة اللي بتنتج برامج تلفزيونية للشباب عشان تديهم فرصة حقيقية على الشاشة يثبتوا نفسهم ويبدأوا مشوار نجاحهم. لو نفسك تاخد فرصة حقيقية وتحقق حلمك انضم لينا. للاستعلام عن دوراتنا التدريبية اتصل على في الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية. النجاح أرقام. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مرة تانية بعد الفصل. كلنا عارفين ان مصر متميزه جدا بانتشار الاماكن السياحيه الموجوده فيها، عشان كده تعتبر السياحه مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي ليها. ومعادله بسيطه جدا نسافر بره مصر لما ممكن نسافر جوه بلدنا بتكلفه اقل، وكمان نساعد في ترويج وتنشيط السياحه، وكمان نكتشف الاماكن الجديده الموجوده فيها. مين فينا كمان مش حابب كمان ان هو يغير جو او كمان يجدد طاقته ويغير نشاطه؟ ففي مننا اللي كمان انه يحب يعمل سنوركينج، وكمان يعمل مديتيشن او يطلع جبل او ينزل البحر. عشان كده النهارده حضرنا لكم فقره خمسه سياحه مع رحاله ترافل اللي منورنا فيها استاذ هشام الوكيل. وصباح الخير يا استاذ هشام، منورنا في عاش الشباب. صباح الخير يا مروه. صباح الخير يا ساره. صباح الخير، اهلا بيك ومنورنا في عاش الشباب. عايزين حضرتك الاول تعرفنا بحضرتك وبالشركه وهدف الشركه. انا اسمي هشام الوكيل، خريج كليه اداب قسم اثار جامعه طنطا. طبعا انا من ساعه ما كنت في الكليه كنت بطلع رحلات، بحب انا الموضوع دوت، وبعد ما اتخرجت من الكليه بدات انا اتجه لموضوع الرحلات اكتر.
بدات اوسع النشاط بان انا اسست الشركه ديت. طبعا احنا كان في اسم مختلف الاول وبعدين اخترت الاسم دوت بمقر رئيسي سنه 2011 والحمد لله بقى دلوقتي شغال الفتره دي كلها بس اختصاصنا بالسياحه الداخليه فقط يعني. طبعا كان في ناس ليها برضو فضل عليا ان احنا بدانا نوسع شغلنا وبدانا ننتظم فيه منها زوجتي والكرو اللي معايا طبعا كان ليهم فضل عليا كبير ان هم يسندوني ونحاول ان احنا نبقى فيه زي مشهوره ما بيننا عشان خاطر ان احنا نكبر الموضوع ده. بالنسبه لهدفنا احنا تنظيم رحلات داخليه فقط، عايزين ننشر يعني نعمل نشر للوعي الاثري اللي موجود في مصر والثقافي. فطبعا بننوع رحلات اليوم الواحد ورحلات المبيت ونحاول احنا ننتشر من الشرق الغرب الجنوب الاقصر اسوان سيوه كل مكان في مصر يعني ما حددناش مكان معين يعني. طب استاذ هشام عرفنا عن انواع السياحه الداخليه وهل شركات السياحه دور في ترويج السياحه الموجوده في بلدنا دلوقتي؟ طبعا احنا السياحه عندنا طبعا احنا متميزين عن اي بلد تانية يعني السياحة طبعا لها أنواع كتير، السياحة الثقافية، السياحة الدينية، الترفيهية. في عندنا طبعا السياحة الثقافية دي لوحدها لها دور كبير قوي يعني احنا عندنا أكبر وأقدم حضارة موجودة في العالم فالحضارة الفرعونية طبعا يعني حاجة زي كده. طبعا كل الجهات أو كل اللي نقولها بمعنى تانية مثلا كل البلاد التانية طبعا كتبوا عن الحضارة ديت وبدأت بالأخص من فترة كبيرة من أول فك رموز الحضارة الفرعونية دول اللي كتب فيها كل البلاد فعلا أو كل اللغات. طبعا احنا عندنا السياحة الترفيهية ديت بدأت تنتشر الفترة الأخيرة طبعا وبدأت يعني بوضع ملحوظ. المبادرات اللي اتعملت ديت كان ليها أثر كبير قوي في السياحة إن هي تنشر الإيه الوعي الناس بدات تسافر كتير طبعا. طب دور بقى شركات السياحه في ترويج السياحه ليكم دور كبير في ترويج السياحه دلوقتي؟ والله الفكره ان احنا على قد ما بنقدر برضو او الشركات كلها بتحاول انها تقدم رحلات بسعر بسيط او اختلاف الـ الاسعار طبعا اللي عايز فئه مثلا 5 نجوم 4 نجوم 3 نجوم في الفنادق او المناطق طبعا اللي بيروحها. فدي طبعا بتبقى يعني في ايد الجميع ان هو يعرف يسافر مش يعني مش مقتصره على مكان معين بس. بتوفر وسائل للدفع بالنسبه للناس؟ في وسائل للدفع معينه؟ والله الفكره احنا يعني انا مركز على موضوع ان العميل اللي يشرفني طبعا في مقر احسن. في طبعا طرق تانية، في ممكن تحويل فودافون كاش او تحويل بنكي، بس الفكره ان احنا بنفضل ان العميل يجي لنا على الاقل يبقى فيه زي مصداقيه اكتر. طبعا دي الموضوع دوت بدانا نلاحظه الفتره الاخيره طبعا في ممكن شركات نصب كتير على الانترنت صفحات وهميه كبيره جدا يعني بينصبوا على الناس بسبب الفلوس اللي بعته وفي الاخر مثلا على محدش يدفع. مفيش طبعا مقر، مفيش اي حساب بنكي، مفيش ورقه اثبات ان هو حول او دفع. ايوه صح. وطبعا بيقدم سعر فندق معين بالطيران وحضرتك بتقدم لهم وصل ان هم دفعوا. لازم طبعا. طب تمام يا دكتور هشام، هل يوجد اقبال على السياحه الداخليه في مصر؟ لا طبعا شايفة. الفتره كمان الاخيره بدات ان العمليه تبقى اكتر من الفترات اللي فاتت كمان. دي بدات يعني بشكل ملحوظ ان الناس عايزه تسافر برضو يعني الناس تفك شويه. اكيد طب السياحه دلوقتي غير السياحه زمان ولا؟ والله بتختلف كل فترة عن فترة، واتجاه الشباب كمان بالأكتر ان هو عايز يسافر، عايز يلف، عايز يشوف الأماكن، ينطلق. بالظبط، دي حقيقة. بتختلف طبعا. تمام. والأسعار برضو في شركات بتضرب في العالي برضو بسبب الفنادق ولا دوت بيبقى نصب برضو؟ لا هي مش نصب، هي كل مكان يعني كل بلد بيبقى ليها مستواها في الفنادق يعني. فندق 5 نجوم غير 4 نجوم غير 3 نجوم. الحاجات دي كلها بتختلف اسعارها وبتختلف الاماكن البلد نفسها يعني مرسى علم غير الجونه غير دهب غير شرم. كل مكان بيبقى ليه حاجه معينه وعلى حسب الشركه اللي بتقدم العرض بتبقى عايزه مستوى وليفل معين انها تخدم بيه الناس، وبرده في نفس الوقت ان هو ما ينزلش في المستوى قوي لان المستوى كل ما بينزل قوي كل ما بيبقى فيه مشاكل اكتر يعني. حضرتك بتفضل اماكن معينه بقى للعائلات والاسر؟ العائلات طبعا بيبقى ليهم يعني رحلات او يعني اماكن معينه هم بيحبوها غير الشباب. العائلات مثلا بتحب مرسى علم، مرسى مطروح، بتحب تروح الساحل، بتحب
تروح الاماكن برضو اللي بقى فيها الغردقه. الاماكن دي برضو كويسه جدا زي شرم. غير طبعا الشباب بيحب ان هو يسافر في اماكن ممكن تكون قليله في التكاليف ويقعد فيها مده اكتر زي دهب. إيه؟ زي دهب طبعا. دهب العمل يعني الموضوع هناك بسيط جدا والاسعار قليله. فدي بتخلي الشباب هناك يروحوا هناك على طول. على طول طبعا. طيب بمناسبه بقى الرحلات بقى مع رحلات رابل، احنا شايفين ان ممكن رحله كمان بتعمل حفلات يعني رحلات سفاري كتير وغيرها وغيرها، فاحنا دلوقتي كمان ممكن معانا مخرجنا الفيديو معانا جاهز ولا ايه؟ ده الفيديو رحلات رابل. الفيديو الفيديو معانا دلوقتي شغال. عرفنا بقى ده كان فيوم ولا صور مجمعة الرحلات عندنا. سانت كاترين، الاقصر واسوان، طابة، السخنة، دي شرم الشيخ، رحلات سفاري في شرم الشيخ، بنعمل فندق ده افطار جماعي كان في رمضان، سيوة، دريم بارك طبعا دي في طابة. انا شايفه ان انت كمان بتعمل يعني باكج لكل الاماكن، مش شرط كمان انها تبقى اماكن مثلا تكلفتها عاليه، فحتى كمان ممكن نايل كروز او اي حاجات كمان جوه القاهره يعني، فده حاجه كويسه جدا. احنا بنعمل المختصين دلوقتي والفترات اللي فاتت برحلات اليوم الواحد ورحلات المبيت. حلوه قوي الصوره اللي فاتت دي، عجباني قوي. ده فين رحاله طبعا من ورا النهارده. سيوه، دي سيوه ودهب، ودي سيوه برضو، دي القاهره. وبتعمل برضو رحلات للشركات اللي عايزين يطلعوا رحلات وكده، فبتبقى برايفت يعني دي بتبقى برايفت، رحله برايفت لنفسها الناس سالها ليهم. استاذ هشام دلوقتي مثلا انا يعني انا مثلا في عرسان عندهم بيبقى عايزين يقضوا الهانيمون، فساعات مثلا بتكلفه الافراح والحاجات دي كلها بيبقى عايزين حاجه اقتصاديه بقى، فساعات مثلا بيفكروا ان هم كمان يقضوا الهانيمون في جوه بلده. ايه الاماكن او اللي ترشحها ليهم مثلا، او الباكج اللي انت ترشحها ليهم لو هم جايين الشركه عندك كعمره؟ احنا بنقدم لهم مثلا زي نبذه كده مختصره ان انا هروح المكان دوت او ده او ده، وكل مكان باسعاره يعني بمتوسط مثلا ان انا هصرف في المكان دوت سيف الليله من مبلغ كذا لكذا. فعلى حسب الباكج بتاعه بيقول لي مثلا انا عايز اخليني في المكان دوت، وابدا ان احنا نوصل للمرحله الثانيه ان احنا هنحجز في الفندق الفلاني في المكان دوت، ونبدا نقسم له الايام بتاعته هيقضيها ازاي ببرنامج داخلي لكل يوم. طبعا احنا عندنا مصر فيها اماكن كتير حلوه يعني، على عكس ان انا اسافر بره المناسبه اكتر من الهاني مون بالظبط يعني. ممكن بالتكاليف ان انا ادفعها بره، ممكن انا يعني اضاعف المده جوه مصر. مرسى علم، الجونه، سهل حشيش، شرم الشيخ، وطابه، ونويبع، الحته دي يعني اماكن دي كويسه جدا، وكل مكان فيه برضو مزارات داخليه بتتنفذ على يعني انا بالظبط. في طبعا في ناس بتحب ان هم ممكن يروحوا فندق مش عايزين يطلعوا منه. ايوه صح. بنرشح لهم مثلا فنادق معينه، في ناس بيبقوا يعني محتاجين ان هم يعملوا اكتيفيتيز كتير في الرحله، طبعا بنوفق لهم ان انا ممكن اعمل كذا حاجه. في ناس بتجي لك تقول لك انا عايزين نعرف بس المعالم السياحيه من غير بس ان هم انا هروح اغير جو او كده، لا عايزين نعرف المعالم واثار مصر. دي يوز مثلا. دي يوز برضو شغالين عليه كتير. دي من ضمن برضو رحلات اليوم الواحد زي السخنه، القاهره. يعني هي بتختلف من بس الهانيمون مش هيبقى يوم واحد يعني، اكيد بتبقى مده مثلا ما تقلش عن 4 أيام أو 5 أيام، وساعات بتكتر لغايه 10 أيام. بس ممكن يروحوا كمان اكتر من مكان بالظبط. ده اللي احنا بنعمله يعني، انا ممكن يروح شرم الشيخ الاول، يطلع منها على دهب، يطلع منها على نويبع او راس الشيطان اللي هي بيتقال عليها راس الشيطان. اماكن دي جميله جدا، وبنوفر لهم وسائل النقل، او هو لو حتى هو العميل بيسافر طيران او بيسافر بري، بنوفر له الرحلات الداخليه عن طريق المندوبين بتوعنا اللي موجودين في الاماكن دي. طيب ايه بقى العروض اللي بتقدمها رحلات ترافل لعملاء؟ والله احنا قدمنا كتير الفتره اللي فاتت. كنا لسه قريب عاملين زي عيد ميلاد لينا الاحتفال بيه مثلا بمرور 9 سنين على المقر بتاعنا. كل سنه طيبه. عملنا رحله للقاهره ومزارات كده خفيفه بسعر رمزي جدا يعني، الناس كانت بتتخانق معانا ان هم يطلعوا، بس احنا كنا واخدين عدد معين. طبعا احنا ممكن نفتح العدد ممكن يوصل ل 300-400 فرد، بس احنا بنحب نخدم عدد قليل عشان يبقى احنا مركزين عليه ان هم يروحوا ويرجعوا مبسوطين، ما نكترش في العدد والعمليه ممكن ما تبقاش مظبوطه قوي. طب احنا دلوقتي معانا الصور برضو للرحلات اللي انتوا طلعتوها. دي كانت فين بقى على اذن دكتور هشام؟ دي كانت في دهب. دهب. الصوره اللي بعدها. ودي كانت دي فوق الريان.
حلو قوي الجروب ده كله يعني ما شاء الله. يعني دي في سيوة. وفي سيوة بقى ممكن نعمل ايه هناك في سيوة؟ سيوة جميلة جدا طبعا دي يعني ناس كتير بتقول ان هي صحراء وبس. لا 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 سيوة دي جنة فعلا على الارض يعني سيوة جميلة جدا طبعا يعني اللي بيميزها من ضمن الرحلات اللي بنقول عليها السياحة العلاجية بس طبعا بيبقى ليها فترة معينة في السنة. دي في دهب؟ لا دي سيوة برضه. سيوة؟ جزيرة طرارين موجودة في سيوة. ده فيها كذا جزر ولا جزيره؟ كذا جزيره هناك. المايه الكبريتيه دي البحيرات المالحه دي حاجه علاجيه برده ولا ممكن تحصل كده؟ هي دي بالاخص ان هم بيستخلصوا منها الملح. ملح السيوة حلوه قوي الفيو سبحان الله بجد اماكن هناك الفيو بتاعها جميل جدا. دي موجوده في الصوره دي احنا واخدينها في طابه خليج الفيورد باي. حلوه قوي بجد. اللي بعدها يا شباب دي في دهب طبعا المرجيحه او المراجيح اللي طبعا دهب بقى اللي بيميزها انا شايفه كل دهب ده كله يروح دهب عشان يتصور على المراجيح اللي موجوده هناك. أيوة في فات حقيقه بس هو طبعا مكان فيه راحه نفسيه رهيبه. دي في رمضان كنا عاملين افطار جماعي فين بقى؟ اسكندريه. طب عايزين نعرف برضو ايه اللي يميز شركه رحاله ترافل عن بقيه الشركات السياحيه؟ والله اهم حاجه ان احنا بنركز عليها اللي هي المصداقيه. يعني الفكره احنا بنقدم عرض لازم نكون يعني على قد الكلام اللي كلام احنا ما ينفعش ان احنا نغار فيه على قد ما بنقدر بس بنحاول برضو ننوع في الرحلات مش بنقتصر على مكان معين لا بنوسع الموضوع واحده واحده. ايوه بس الناس يعني بتعرف يعني بنعرف الناس الاماكن دي كذا ودي كذا ودي كذا وعلى حسب هو اختياراته. طبعا احنا ساعات بنقدم رحلات وبيجي لنا مثلا عيله مثلا اب وام ومعاهم اطفال عايزين يروحوا مثلا مكان معين مش شرط ان انا احجز له اقول له اطلع وخلاص لا بس لازم اوعيه الاول قبل ما بيحجز اقول له مثلا المكان دوت فيه 1 2 3 4 عشان يعرف اذا كان الموضوع ده هيناسبه ولا لا. طبعا احنا ممكن ما يناسبش كمان الافراد كلها بالظبط. طبعا احنا كشركات احنا بنقدم عرض بس صح. هو بيقرا البرنامج التفاصيل كمان اللي جوه كل بلد بالظبط لازم التفاصيل صغيره يعني يعني بالاخص رحلات سانت كاترين ديت ما ينفعش فيها عائلات. احنا بنطلع جبل اشمعنى بقى يعني بنطلع جبل طبعا الموضوع صعب شويه الموضوع صعب شويه في مشقه شويه طبعا احنا بندي فكره بسيطه احنا بنروح سانت كاترين نعمل 1 2 3 4 احنا بنشرحه في برنامج. أيه يعني صح. في برنامج موجود بس اللي بيقرا البرنامج بيبقى متخيل ممكن يتخيل حاجه ويروح هناك ما يلاقيهاش فلازم هو يحجز طبعا مش هنعرف نشرح كل دوت على البيج بتاعتنا ده اكيد فلازم برضو نعرفه انت هتروح هتعمل كذا هتلبس كذا اهم حاجه اللبس اهم حاجه الاكل تاكل حاجه خفيفه وانت طالع حاجه بس تديك باور مش هطلع كمان دكاتره يعني مش بس كمان شغلتي كمان كل حاجه بجد ده حاجه كويسه جدا. احنا برضو بنشوف ولاحظنا قبل كده في رحلات احنا كنا مطلعين رحلات يعني عدد كبير فطبعا الموضوع بيبقى في واحد بيحجز مثلا لافراد معاه الافراد دي مش موجوده فاحنا برضو لازم نديله الفكره عشان خاطر ان هو يوصلها للجروب اللي معاه. لان لو واحد فيهم طالع ومش عارف اللي هو رايح فين او رايح يعمل ايه أيوة دي مشكله كبيره جدا واحنا طبعا اللي بنشيل المسؤوليه تبقى المسؤوليه علينا فتبقى الموضوع يعني صعب شويه بنحاول قد ما بنقدر بنقول له الوضع 1 2 3 وعلى هذا الوضع انت عايزك تبقى جاي جاهز بالحاجه دي معاك يعني ما ينفعش معلش انا طالع الجبل احنا لاحظنا الموضوع ده قبل كده في رحله معانا في ناس طالعين باكل وشرب وطالعين انتوا يا جماعه مش طالعين مش هينفع نتعشى انا بطلع بس بحاجه خفيفه طبعا انا عندي الجبل دوت بيبقى طلوعه بياخد ساعات كتير احنا بنطلع من الساعه 12 بالليل بنطلع نشوف الشروق فوق بنطلع نتسلى واحده واحده في المشي واصلا الصور فوق حاجه عشان معلش وقت الفقره شايف ان السوشيال ميديا ليها دور بجد فعال برده في ترويج السياحه دلوقتي بكتير عن الفتره اللي فاتت. قول لنا بقى البيدج بتاعت رحاله. طيب احنا البيدج بتاعتنا اسمها رحاله ترافل طبعا احنا ما اسسنا الشركه بتاعتنا كانت سنه 2011 زي ما قلت لحضرتك بس اللي لاحظنا ان الفتره اللي بعديها بدات في صفحات تانية بتاخد نفس الاسم ساعات كنا بنلاقي اللوجو بتاعنا موجود وبنكلمهم يشيل اللوجو طبعا بالذوق كده بدون اي مشاكل وبعد كده لقينا في صفحات كتير موجوده باسم رحاله وبدا الاسم يتاخد في كذا محافظه. احنا طبعا ملناش فروع في اي محافظه تانية احنا مقرنا في طنطا بس ملناش في اي مكان تاني. طيب انتوا بقى كشركات سياحه بتساهموا في دور كبير بتنشيط السياحه الموجوده في مصر
ايه بقى مطالبكم بقى من وزاره السياحه بالدور اللي انتوا تقوموا عليه؟ يعني ايه مطالبكم انتوا كشركات عامه؟ والله هو الاهم الدعم. هو طبعا وزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه قدموا طبعا الفتره اللي فاتت والسنوات الاخيره ديت من سنه 2015 2016 قدموا مبادرات كتير ديت طبعا برحلات مخفضه وباسعار قليله خلت الناس كلها تسافر. وبالاخص احنا لاحظنا احنا ان في ناس ما كانتش سافرت شرم الشيخ كان بالنسبه لهم لقوا في اسعار قليله جدا ان هو ممكن يسافر ويقضي هناك وقت ويرجع بثمن قليل قوي. طبعا المبادرات دي كانت ليها اثر طبعا كبير جدا في شغلنا وفي السياحه بوجه عام. وطبعا يعني ملاحظين في اماكن معينه او اماكن اثريه معينه محتاجه بس اهتمام اكتر. زي ايه مثلا؟ يعني طبعا في ناس بتشتكي مثلا من النظافه الكلام من دوت. هو طبعا وعي من عندنا احنا اكيد. دي حقيقه. في برضه سلوك من عندنا احنا وحشه مش لازم احنا نحافظ اصلا على بالظبط. احنا الاول وبعدين نعلق احنا مثلا على ما نديش مثلا الغلط على المسؤولين. لا احنا برضه في غلط من عندنا. لو احنا بس ساعدنا اكتر في ان احنا ممكن يبقى في كذا باسكت موجود الحاجات دي برضو هتفرق بكتير قوي. يعني المكان نظيف. حضرتك شايف معالم السياحيه في الغردقه ولا شرم اكتر؟ هي بتختلف من كل مكان لمكان. كل بلد ليها يعني المعالم بتاعتها بتختلف مش شرط على مكان معين. طب اخيرا بس عشان خلاص احنا ننهي فقرتنا دلوقتي عايزين بقى حاجه لمشاهدي عاش الشباب. يعني عرض كده او مفاجاه لمشاهدي عاش الشباب. قنبله. يعني باذن الله هنقدم عروض الفتره الجايه. وطبعا احنا الحمد لله خدنا خطوه تانية الفتره الجايه هنوسع النشاط بتاعنا للسياحه الخارجيه والسياحه الدينيه باذن الله ان شاء الله. في عملاء كتير طلبوا مننا ان احنا يعني نوسع النشاط. ده يا ريت يبقى داخليه وخارجيه باذن الله. انتوا تستاهلوا كمان انتوا توسعوا نشاطكم كده. تستاهلوا الحمد لله. ايه بقى العرض اللي مش هيدا يعني خليهم فجاه كده يعني نحرقوش بسرعه كده. خلاص تمام. ده وعد من مرحله ترافل. اكيد اكيد تمام. استاذ هشام بجد كنت مشرفنا النهارده في حاجه الشباب ونورتنا. كانت فقره حلوه جدا واستمتعنا بيها. شكرا لحضرتك. بشكرك جدا يا سارة. بشكرك جدا يا مروة. بشكر حضرتك انك نورتنا في البرنامج النهارده. مشاهدينا الكرام للاسف دي كانت نهايه فقرتنا لكن حلقتنا لسه مكمله. استنوا زميلي حجازي مع الداعيه الاسلامي بعد فقرتنا على طول. استنوهم بعد الفاصل.